قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. كل سنة وبالتحديد في شهر ديسمبر بيمر علينا السنة كلها بكل اللي فيها من أفراح وأحزان وأحداث وتفاصيل مش هننساها، والسنة دي تعتبر أصعب سنة مرت على كتير من نجوم الوسط الفني، وده على لسانهم بسبب رحيل أكتر من نجم ونجمة محبوبين وأثروا في التاريخ الفني المصري والعربي. وفي حلقة النهاردة هنعرف وهنفتكر مع بعض نجوم رحلوا عن عالمنا في 2021، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. بداية السنة بالتحديد يوم 2 يناير رحل السيناريست وحيد حامد عن عمر 77 سنة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وتدهورت صحته بصورة كبيرة وتوفى على الفور. في يناير رحل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني عن عمر 83 سنة، ورحيله كان بسبب إصابته بفيروس كورونا. في 10 يناير رحل فرد مهم من مدرسة المشاغبين، وهو الفنان هادي الجيار، نتيجة إصابته بفيروس كورونا وتدهورت صحته بعدها بصورة كبيرة، ورحل عن عمر 71 سنة. قبل ما شهر يناير ما يخلص، أعلن الفنان منير مكرم رحيل الفنان أشرف صالح بسبب أزمة قلبية مفاجئة، بس أصدقائه أعلنوا أنه مات من الزعل، لأنه برغم مشواره الطويل إلا أنه ما بقاش يتعرض عليه شغل، واضطر أنه ينزل يدور بنفسه في مكاتب الإنتاج وما لقاش ترحيب منهم. في أول فبراير بالتحديد يوم 5 رحل الفنان عزة العليلي عن عمر 87 سنة، وكانت الوفاة بشكل مفاجئ، خصوصاً إن قبل رحيله بساعات قليلة كان بيجري مكالمة مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي. في 11 فبراير رحل المطرب علي حميدة صاحب أغنية لولاكي الشهيرة عن عمر 73 سنة، وكان الفنان قد أصيب بمرض السرطان في الرئة وتدهورت صحته بعد كده. في آخر فبراير ونتيجة إصابته بفيروس كورونا رحل الفنان يوسف شعبان عن عمر 90 سنة، وكان الفنان الراحل قد أصيب بالفيروس وهو بيصور آخر عمل فني ظهر فيه، وهو مسلسل عيش الدبابير. وفي نفس يوم رحيل يوسف شعبان رحلت الفنانة أحلام الجريتي بشكل مفاجئ نتيجة إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة. في 6 مارس اتوفت الفنانة سوسن ربيع عن عمر 59 سنة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، وكانت الفنانة اللي اشتهرت في مسرحية إنها حقا عائلة محترمة، أعلنت اعتزالها وظهرت قبل رحيلها بسنوات قليلة في مسلسل زي الشمس. في 20 مارس رحل الفنان عادل هاشم عن عمر 82 سنة بعد ما عانى من أمراض كتير وابتعد بسببها عن الوسط الفني في سنة 2013. وفي نفس اليوم من رحيل الفنان عبد الوهاب خليل الشهير بعم مدني في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي عن عمر 81 سنة، وكان رحيله مفاجئ. يوم 20 مارس كان يوم حزن في الوسط الفني بسبب رحيل الفنانين عادل هاشم وعبد الوهاب خليل، وكمان رحل المخرج رائد لبيب المعروف بأعماله الكوميدية عن عمر 69 سنة، وكان قبل رحيله بشهر أعلن إصابته بمرض السرطان ورحل متأثر بالمرض. محمد ريحان الفنان الهادي رحل في 14 مايو عن عمر 81 سنة، وكان الفنان الراحل يعاني من الفشل الكلوي، وأثناء تلقي العلاج المناسب ليه أصيب بفيروس كورونا. في شهر مايو بالتحديد يوم 16 رحلت الفنانة نادية العراقية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا واللي أدى لنزيف ومن بعدها جلطات متكررة. في 20 مايو فوجئ الوسط الفني برحيل فارس الكوميديا الفنان سمير غانم عن عمر 84 سنة بعد إصابته بفيروس كورونا من شهر رمضان، وبدأت حالته الصحية في التدهور مع خلل في وظائف الكلى ثم خلل في وظائف الجسم. في 27 مايو عاش الوسط الفني العراقي صدمة كبيرة برحيل الفنان محمد ناجي المفاجئ، وأعلن نقيب الممثلين إن وفاة محمد ناجي كانت بسبب نوبة قلبية مفاجئة أدت لسكتة قلبية ليرحل في الحال قبل ما توصل الإسعافات الطبية. في أول شهر يونيو رحلت الفنانة المعتزلة تحية حافظ نتيجة إصابتها بمرض المرارة،
وتعتبر الفنانة تحية حافظ من عيلة فنية مميزة جدا، فجدها هو الفنان زكي إبراهيم ووالدتها هي الفنانة هدى زكي، أما والدها هو الكاتب صلاح الدين حافظ وبنتها هي فرح إسماعيل كتكوت. يوم 19 من شهر يونيو وبعد أكتر من 350 عمل فني متنوع رحل الفنان سيد مصطفى بعد ما تدهورت حالته الصحية بصورة كبيرة، ورحل قبل ما يكمل عامه 66. في آخر شهر يونيو رحلت المنتجة اعتماد خورشيد عن عمر 83 سنة نتيجة التهاب رئوي، وبشكل مفاجئ ومن غير ما تعاني من أي مرض رحلت الفنانة سحر كامل في يوم 5 من شهر يوليو عن عمر 62 سنة. وكانت الفنانة الراحلة اشتهرت بنجمة الأدوار الواحدة والكوميدية. نسيب شوية أهل الفن ونتكلم عن رحيل سيدة مصر الأولى في فترة السبعينات، وهي السيدة جيهان السادات عن عمر 88 سنة، ورحلت بعد معاناة مع مرض السرطان من أكتر من سنة ونص، ورحيلها كان يوم 9 يوليو. بعد صراع مع المرض وانتكاسات صحية كتير رحلت الفنانة الكويتية انتصار الشراح عن عمر 59 سنة، ورحيلها كان يوم 2 أغسطس. يوم 4 أغسطس رحلت الفنانة فتحية طنطاوي عن عمر 78 سنة بعد ما أصيبت بجلطة في القلب. في 7 أغسطس أعلنت أسرة الفنانة دلال عبد العزيز رحيلها بعد الصراع مع فيروس كورونا لأكثر من 4 شهور عن عمر يناهز 61 سنة، وسط صدمة كبيرة جدا بسبب حب الوسط الفني ليها، وكمان رحيل زوجها الفنان سمير غانم قبلها فترة قصيرة. في أول سبتمبر رحل الفنان ماهر سليم بمستشفى دار السلام بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر 72 سنة، وكان الفنان الراحل مشهور بشخصية زيكو في مسلسل بوجي وطمطم. يوم 6 سبتمبر رحل الفنان والدكتور سمير الملة اللي جمع بين مهنة الطب والتمثيل، ورحيله كان نتيجة أمراض كتير بيعاني منها. في شهر نوفمبر رحل الفنان الشاب أحمد عبد الحي نتيجة إصابته بقطع في الشريان الأورطي، وتوفى قبل ما يتمكن الأطباء من إسعافه. يوم 2 نوفمبر رحل كمان الفنان والمطرب السوري المميز صباح فخري عن عمر 88 سنة بشكل مفاجئ. يوم 10 نوفمبر رحل عن عالمنا الفنان المميز أحمد خليل عن عمر 80 سنة نتيجة إصابته بفيروس كورونا، بس أسرته أعلنت أنه تجاوز فيروس كورونا وأن وفاته جت بشكل مفاجئ. في نص نوفمبر رحل نقيب الممثلين بسوريا زهير رمضان عن عمر يناهز 62 عام بعد وعكة صحية، اتنقل بعدها للعناية المركزة وتوفى بمجرد دخوله العناية المركزة. في نوفمبر أيضا رحلت الفنانة سهير البابلي عن عمر 86 سنة نتيجة لانخفاض شديد في السكر في الدم، وتسبب في نزول مية على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف عضلة القلب. في ديسمبر رحل الفنان محمد عبد الحليم عن عمر 77 سنة نتيجة سكتة قلبية مفاجئة جات له وهو في بيته، وتوفى على الفور. بعد أكتر من 170 عمل فني رحل الفنان محب كاسر نتيجة إصابته بمرض السرطان في الكلى، وكانت أسرته أعلنت إصابته بالمرض وطلبت من الجمهور إنهم يدعوا له. وبرغم الأحزان وقائمة النجوم الكبيرة اللي رحلوا في 2021، إلا أننا بنستقبل 2022 بكل طاقة حب وأمل وتفاؤل بسنة جديدة ومميزة. كان معاكم رشا رجب.